ودعا وزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قبيل الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر، وأكد خلال سلسلة اللقاءات المكلفة التي عقدها مع عدد من كبار الشركات الفرنسية خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الشركات الفرنسية للاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من حجم السوق الاستهلاكية المصرية واتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.